الو، الين روحي؟ لا حبيبتي، ماني ملتهي، عم بكتب مقالة بدي اسلمها. لا لا عمري، تغدي انتي، لا تستنيني. ايه خلاص، ايه والله حماتي عنا. يا ميت اهلا وسهلا، يا ميت اهلا وسهلا. عم اقول ليش السماعة منورة؟ ليكي طلع نورة من السماعة. روحي والله ما عم بتمسخر، بتعرفي قديش انا بحبها لحماتي؟ شو هي كل يوم عنا يعني؟ نورت والله نورت. خلص حبيبتي، هلا انا بس اجي على البيت بجيب معي شوية فواكه وشوية هيك حلو. اوكي حبيبي، الله معي حبيبتي. عم بشتغل خلاص. ماشي ماشي، روحي، باي باي باي. ابو عبدو، ابو عبدو. نعم استوز مور. ابو عبدو حزيمي. نعم مين عن؟ اعطيني ثلاث احتمالات استاذ. مثل هي مليون. حماتي حماتي حماتي. تاخذ حبه تحت لسان استاذ. طب عبدو معي تخنزير، جبنا شويه حلو على شويه فواكه، بدي اخذهم معي عندي. بدك تحتفل استاذ لان حماتك عندك. بدك حداد استاذ على الحاله. بس استاذ هلا صار الدنيا ظهر، ما عاد في هلا لا حلويات ولا فواكه. الله وكيلك. هلا الظهر ما عاد فيه، وبالليل فيه. هلا فيه يا ابو عبدو. في الحقيقه يا استاذ الانسان بهيك وقت لا. بوس ايدك، روح تيسر على السريع، بدي اخلص هاي المقالة. تشرف. الله يسامحك، بس لا ترد لك. لا 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 لا. الله يوفقك. سلام استاذ. الله يلا احلى فواكه. هذا الوحيد اللي مصدرني على حماتي. سمعتي بإذنك قديش قصي بحبك؟ سمعت. وشفتي كيف امتى ما دقيت له بشغله وبيرد علي؟ يعني انت خايفة على رجال يا تقبريني؟ ولك ما في اقوى منه اسأليني انا. ليش بيقول لك مين اللي مرق لعنده على المكتب؟ مع مين حكى؟ وين راح؟ مين اجى لعنده؟ طبعا لا، لانه بيعرفك غشيمه ونايمه على اذانك. ماما والله قصي مو هيك. بعدين شو الله جابره يطلع لبرا؟ هي انا قدامك، شو ناقصني؟ لك حبيبتي مو ضروري يكون ناقصك شيء لحتى عينه تطلع لبرا. هن صنف الرجال هيك، لك بدهم مين يقلع لهم عينهم؟ هيك بتضل عينهم لبرا. بعدين تعي لهون علمي على كلامي، بكره بجيب لك مغنية ولا رقاصة ولا مضربة ولا ممثلة وبجيبها لعندك لهون لعقر دارك. بيقول لك هذا شغل. بس هو عن جد هيك شغله؟ بعدين شوفي إذا عزمهم لعنا على البيت، عرفهم على مرته الحلوة والشاطرة، مو أحسن ما يعزمهم لبرا؟ وبعدين هذا دليل على إنه هو قد الثقة اللي عطيته إياها. لا لك انت ما منك رجا. لك حبيبتي خلاص اعطيه الثقه، خليه يعمل اللي بده اياه، لا تسالي عن شيء بخاطرك. ماما استني استني، خلينا نتغدى سوا. طيب لا حبيبتي، اختك عم تستناني، عندها مشكله بدي اقول لك كيف تحلها بخاطرك. الباب مو من هون. بعرف، بس ما بدي اطلع تطلع لي ام ليلى بوشي. بدها تشربني قهوه وتطعميني فواكه، هي اذا ما غدتني وانا ماني فاضيه بدي اروح لعند اختك عزمتني على الغدا بخاطرك. ولو استاذ قصي، على القليلة تطلع مين اجا وقول اهلا وسهلا. تفضلي. يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا. ان شاء الله ما توخزيني، بس انا فكرت ابو عبدو لانه بعته يجيب شوية غراض. بس وين ابو عبدو؟ وين انتي؟ اهلا وسهلا، تفضلي تفضلي. بعد زمان ما شاء الله حلياني. اهلا وسهلا، تفضلي تفضلي. شو استاذ قصي، اذا ما سألنا عليك حضرتك ما بتسأل يعني؟ هلا بهاي معك حق، بس يعني انت كمان ما عاد سألتي. طيب اذا انا ما عادت سألت هيك بتهريني بمقالاتك يا منظوم؟ شو قصدي؟ ايش شو قصدي؟ ما شاء الله حولك ماسك هالقلم ونازل سفق رقع بكل الاعمال انا عم بشتغل فيها. اي والله والله صرت حس حالي انك قاصدني انا شخصيا. لا هيك بدي ازعل منك كتير. انت اكتر الناس بتعرفيني، وقت ما بكتب مقالة بكتبها بمهنية، وإذا في مشكلة بيني وبين حدا تاني بحطه على جنب وقت ما بمسك القلم. بس يعني عم تلوميني إلي؟ لومي حالك بالأول. لوم حالي؟ وليش بقى لحتى لوم حالي؟ آه؟ أنا رح أقول لك ليش. أنت فنانة موهوبة، شاطرة، جميلة، حلوة. معقول؟
معقول بتحطي حالك بهي المواقف وتشتغلي بهي الأعمال؟ لك يا حبيبي، مو ليكون بالأول في أعمال ونصوص عم تتصور ساعتها اللي ليش عم تورطي حالك؟ يا لطيف قديش عجل فرع راسي فرع قسما بال... آسف أستاذ، ما فكري في عندك عداء. أبو عبدو حبيبي، حط من إيدك وشوف الأنسة شو بتشرب. حاضر أستاذ. هون بتحط وحطهم تحت. أعتذر ما أنسى بدعم أنسى. يلا بسيطة، اسأل أنسى شو بتشرب. شو بتشرب يا أنسى؟ مدام. ثلاثة بواحد. بيساوي ثلاثة. مو معقول شو دمه خفيف هالأبو عبدو. ظريف كتير. خليني إياك. خلصنا. في الحقيقة يعني الإنسان. أبو عبدو. خلصنا، يلا. حاضر أستاذ، حاضر. آسف، آسف، ولا حب، تذهب. يلا حبيبي. حاضر. شو؟ قلبك قالك إني جاي اليوم وحابب تعزمني على العشاء، مشان هيك بلشت بتحضير الأغراض من هلأ؟ عشاء؟ إيه، ليش لا؟ ليش لا؟ تكرم عيونك، اليوم تتعشي أحلى عشاء عندي. إيه؟ وأنا قبلت عزيمتك. حبيبي، اهلين حبيبي، يعطيك العافية. الله يعافيك. يلا خمس دقايق بكون الأكل جاهز. شو هذا؟ شو جاب معك؟ حلو فواكه لأمك، يعني شو بدي جيب؟ مو هدول وصلتيني عليهم؟ بتعرف نسيت إلك إنه راحت. يلا كالعادة عذبتك على الفاضي. إيه الحمد لله حبيبتي، الحمد لله. نعم؟ قصدي حبيبتي ولا شيء، بس يعني لأنه جاي لعنا عالم اليوم على العشاء. مين هدول الضيوف؟ بعدين ليه ما خبرتني؟ حبيبتي اجت اليوم رشا لعندي على المكتب وعزمت حالها على العشاء، شو بدي اقول لها يعني؟ مين رشا؟ الممثلة رشا. رشا عرفتها. مو مشكلة، اهلا وسهلا فيك وفيها. روحي. ناقصنا شي غراء؟ ايه ناقصنا، جبلنا موالح كاجا ولوز وبندق وهالقصص هي، مشان نبيض لك وشك قدام الست رشا. شوفي انت مستعجل، ان شاء الله ما في عندك شيء. ما في شيء، بس بدي اروح اجيب اغراض وارجع. ايوه بدك تجيب اغراض، معناتها في عندك شيء فوق، بده يجيك حدا. ما اي والله اليوم جاييني ضيوف كثير مهمين، بدك شيء؟ لحظه، مين هدول الضيوف؟ لك هاي الممثله رشا. الممثله رشا هي اللي بتطلع بالتلفزيون ما غيرها؟ اي هي الحلوه. يستر عرضك، يستر عرضك، هي بحبك كثير انا، دخيل ربك. اول شيء بدي اقول لك هي حلوه مثل التلفزيون. حلوه. يستر عرضك، دق لي هيك تليفون وقول لي يا ابو سيم اجت رشا مشان تطلع عندك شوفها. الله يوفقك. خصاي خليني اشوفها. رشا ما غيرها جاي لعند خصاي وعالبيت؟ لا اطلع احلى دقني وطالع قميص الجديد من الخزانه واكوي ولبسه. انزل تحت استناها على الباب، الا ما لاقي لي حجه لفوت عليه على الباب. ويا ويلو اذا ما بيفتح لي الباب، علي الحلال اجيب دوريه. لك دخيل اللي خلقك يا رشا ما احلاكي، دخيل ريحتك. لك هي نسوان واللي عندي نسوان. لا اطلع. ربرومه كيفك؟ شو اخبارك؟ رمرومة إلك ولا للديب؟ تقبشيني شو كفو؟ هلأ مو أنا أختك اللي كنت عيرك غراضي وتيابي؟ طيب تقبريني، هذا اليوم قصي عزمها لهي الممثلة رشا، عرفتيها؟ إيه شفتيها شو بتجخ وبتلبس؟ إيه أنا كمان بدي ورجيها إنه قصي أخذ وحدة ذكية ومرتبة وحلوة. إيه لهيك قلت مالي غير رمروم حياتي تعيرني شي تقيل وحلو من عندها، خليني اشوف حالي قدامها. خلص معناتها ناطرتك. يلا الو الو ريما، ليكي لا تنسي لي الاكسسوار معهم. ايه ماشي، يلا باي. يس. روحي يلا امي، جبت لك موالح على كيف كيفك. تقبش قلبي، يسلموا ايديك حبيبي. تروح انت تساويهم بس تفردهم بصحون، والفواكه انا غاسلتها وكل شيء، بس حطهم هيك بجاط حلو حتى نحطه على الضيافه. عم تحكي جاي؟ ايه وخصك نحمل لك وجبال صرت مره انا. لك الله الله يخليك، بتعرف انه لسه بدي البس واعمل شعر وميك اب وبدي اتبرفون لحتى اطلع حلوه قدام ضيفتك، معقوله يعني؟ خلص قومي انا جاي من الشغل تعبان. هيك هلا؟ خلص انا بفتح. خلص احلك الارض كمان.
شو يعني؟ لك شو يعني؟ لك انت بتعرفي ابو وسيم مدري بالخبريه انشل اتبسمر بارضه. اوف ليش بقى؟ لك شو ليش بقى؟ لك انت ما بتعرفي مين هي رشا؟ لك هي العالم بيموت قدام رجليها من جمالها. الا قصي يقبرني، ما بيعني له القصص بنوم. لا حبيبتي مو قصي يقبرك، لو ما بيهمه ما كانت دعبله على الدرج دعبله مشان يجيب لها ضيافه. ايوه لا حبيبتي عادي، هو عم يعمل بالاصول. لا حبيبتي ما عم يعمل بالاصول، هو عم يعمل هيك مشان اذا سمعتي بشي تسكتي. اهلا ريما. هاي كيفك؟ تفضلي فوتي تفضلي. سهلا يلا على اذنك. لك ليش شوفي هيك يا وينو قصاي؟ ليكو بالمطبخ عم جهز الضيافة، خلينا نفوت نفردهم. تعي تعي شو كان بدنا منك ام وسيم؟ يا طامرة بدي يعني قال شو خاف من رشا وشكك بقصي، قال هو جايبها لنص البيت مشان يحط على عيني. هيك شو غبية؟ ايوه بركي معها حق. والله انت الثانية كمان. بعدين ليك يا حبيبتي المرة اللي بتسأل بحالها وبجمالها وبجوزها ما بتشك مثل هي ام وسيم الكرنيبة. يلا خلينا خلينا نقوم. شو مشان التواضع؟ التواضع مين التواضع؟ رمرومي شو حبيبي؟ شوفي لي هاد كأنه حلو. تخبري قلبي شو ما لبستي مثل باربي بتطلعي، بس كأنه اللي قستيه جوا منغرش عليكي أكثر. بالله؟ طب احذري شو؟ اتركي لي يا بركي حبي تغير. يا حبيبي أنا جبتهم كلهم إليك، أساساً ما بعرف أنا ليش بشتري وبلبس، لأنه عندي زلمة الحمد لله لا بيشوف ولا بيحس. ودخلي ليك إن شاء الله عمره ما يشوف، أساساً أنت في 100 واحد بيتمنى ضفرك وبيحسدوا عليكي. المهم هلا رح اترك لك اياهم كلهم، وهي الاكسسوارات اذا بدك تحطيهم، وبدك مني شيء ثاني انا حروح قبل ما يجوا ضيوفك. ماشي؟ اوكي. طمنيني شو بصير معك. يلا باي. يلا روحي قربت توصل. شكلها اجت. كيفك؟ شو أخبارك؟ تمام. تفضلي. نور البيت، ليش معزبة حالك؟ هدول مو لك، هدول المدام. يا أهلا وسهلا، تفضلي تفضلي. شو قصي؟ شايفتك لحالك؟ شو وين المدام؟ ليكون خفت منها وبعتها شي مشوار. لا لا شو مشوار؟ ما مشوار، هون المدام. حبيبتي يا روحي إجت مدام رشا. رونا زوجتي وحبيبة قلبي، أكيد المدام رشا غنية عن التعريف. تفضلي. أهلا. أنا عن إذنكم بس بدي، في حدا على الباب؟ لا بقلك الفستان على فكرة. بتعرفي كمان أنتي طالع عليكي بجنن، أنا طول عمري بقول القطعة اللي بتعجبني ما حدا بيلبس منها، بس الظاهر ذوقي وذوقك واحد واللي بيعجبني بيعجبك. لا حبيبتي ما بيعجبني بيعجبك، انا ذوقي ما في مثله، والقطعه اذا 10 بيحطوا عينهم عليها علي بتطلع غير. واضح. مين كان على الباب؟ حبيبي اخي احمد كان على الباب، قلت له فوت ما بده، بده يروح. وليش لحتى ما رضى يفوت؟ كان يفوت لحتى اتعرف عليه، لحتى اشوف خلفه امك كلها حلوه مثلك. لا حبيبتي احلى من قصي وارجل منه وبيحب مرته ما في. يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا. تفضلي تفضلي تفضلي. اهلا وسهلا. امشي نروح نجهز الضيافه. تعي حبيبي. طريقي بعدي. ما حلوه ما حلوه فوتك لعندهم بهالوقت. والله عال والله عال هذا اللي كان ناقصني على اخر عمري. تعلميني انت شو الحلو وشو اللي مر وشو اللي بصير وشو يعني ما بصير. يا ابو ليلى اجلها للصبح مو حلوه هلا تفوت. لك ام ليلى انت بدك تشلطيني؟ قولي بدك تشلطيني؟ انا امتى كنت اجل اي شيء لتعلي نهار امتى؟ ولك هذا العقل وينه؟ معقول تصدق كلام ولد صغير؟ ايه ستي انا بصدق الولد الصغير. الولد الصغير ما له مصلحه يكذب. ايه الولد الصغير ما بيكذب بنوب. هو قال لي انه بعينه شاف قصي عم ينافس لي دالوب السياره. انا هلا بدي اشوف قصي افندي ليش هيك عمل؟ ليش فكر حاله ولد ولد صغير ما هيك؟ من بعدي بعدي هيك.
شايفه؟ لو ما له غلطان كان فتح دغري. اكيد قصي جوا ما هيك؟ ايه موجود. عفوا بعد اذنك. اهلين اهلين عمي بليل. اهلين يا اهلا وسهلا. تفضل تفضل تفضل. اهلا وسهلا. الله يسعد مساكي. انا قلت لحالي ريحه المسك البايحه بهالبنايه ما بتطلع الا من وحده مثلك انت. الله يسعد مساكي. ميرسي عمو كلك زوق. خيرك. الله يسامحك لك عمي. شو هي شو هي عمو؟ هيك هيك يعني يعني انت هيك ناديني ناديني ابو ليلى ابو ليلى حاف. اهلين عمي يا ابو ليلى. طمني عنك شو اخبارك؟ خير مالك بالعاده يعني تضل سهران لهلا وتيجي تعمل زيارات؟ قالت له أعطني مبتدأ وخبر. قال لها أنت القمر. أنت من زمان بتعرفين الأستاذ قصي؟ أي والله يا عمو من زمان ومن زمان كتير كمان. الله يسامحك يا أستاذ قصي. يعني أنت من زمان بتعرف هذا الأمر وما بتعرفنا عليه؟ الله يسامحك. والله يا عمي هيك صار يعني يعني بالصدفة. بس انت لازمك شيء بدك شيء قل لي بس قل لي عمي. لا 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 عمي انا 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 يعني قلت لحالي صار لي زمان ما شفتك فاجيت حتى اطمن عليك بس هيك. وهيك رب العالمين كتب انه نشوف هذا الامر عندك. يعني بدك تقول ضربنا عصفورين بحجر واحد. يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا عمي. يا يا ميرسي كلك ذوق. عن اذنكم. إذنك معك حبيبتي. لك أنا راح أدوخ من ريحة المسك والعنبر. مرسي. ما دخليك طلعي لفوق أحسن ما سويت لك ليتك. يلا طلعي لشوف. شو بدك يا اطلع؟ بدك تشوف حبيبة القلب وسكت لك؟ طبعا طبعا شوفتها لأنه بتشاهدي فيك بتنغمش القلب. آخ بدي أعبي عيني منها قبل ما أنام. لأن اللي بيشوفك بيشوف كوابيس. عم تفهمي؟ طب عمرك انا اللي بيشوفني بيشوف كوابيس؟ بدك يعني خليك تشوفها بركي حطت عيني عليك. اه طبعا طبعا ما احلى ما تحط عيني علي احسن ما تحط عيني على هذا التشتوش قصي. تعال فوق احسن ما تصير طالع عليك. عندك خلص ماما بدي اطلع. تعال لفوق تعال لفوق. عم اضربك ضرب. لك ايه؟ لك نفسه ذاته لابسة؟ طبعا جلطت بس شافتني شي حلو. والله مفكرة حالها بس هي اللي بتعرف تلبس. لا ما بعرف شو بدي اعمل. انا مشان هيك دقيت لك. شو ساوي؟ ايه بس هيك مو عيب؟ وقلتك رح تفهمها؟ طيب طيب ماشي يلا باي باي. انا بورجيك يا ست رشا. لك رح خليك تبطلي تقولي انا وياك ذوقنا واحد بكل شيء. مشان الفريستيج بس اخت رشا فيني ادلو بدلوي احكي هيك كلمه للتاريخ؟ طبعا تفضل. ما شاء الله عليك يغزي العين عنك. على فكرة انت حلوة حلوة كتير اكتر من التلفزيون. ايه اكيد انا بعرف هذا الشيء. كل اللي بيشوفني بيقلي نفس هذا الحكي. طبعا لازم يقولي لك نفس هذا الحكي ولازم يقولوا اكتر من هيك كمان. يعني انا كل التلفزيون ما بحبه ولا بحب المسلسلات بس مالك علي يمين. مسلسلاتك انت بالذات ما بروح منها ولا حلقة. شفتها كل ياتها. مظبوط. طيب شو اخر عمل شفت لي اياه؟ كل اعمالك كله. مع انه ما لا عجبته عملي للاستاذ قصي وبتنبهتني وبيقول لي ما بتشتغلي الا باعمال فاشله. اخس عليك يا قصي. اخس عليك وعلى اللي اعطاك الشهاده كمان. هلا القمر القمر اعمالها ما بتنشاف وغيرها اعمالها بتنشاف. صحيح انتو الصحفيين ما بيعجبكم العجب ولا الصيام برجب. ايه لك يا صديقي يا ابو ليلى يا جاري الحبيب شو الواحد بدي يحكي لا يحكي عن هيك صحفي. ايه والله لك يعني اسمح لي اقول لك انك انت صحفي فاشل. إيه؟ لك يا اخي يا جاري بدك تنقض انقض
بس مو تنقد هامة وقامة مثل الأخت رشا فنانة عظيمة عامود من أعمدة هذا البلد. شامخة يا عيب الشوم، فعلا شامخة يا عيب الشوم، يا عيب الشوم عليك، هزلت. وسيم عمي أبو ليلى، كله حلو كله حلو، أنا عن إذنكم بس بدي فوت هيك أجيب شغلة وأرجع. أبو وسيم أنا تفضل. ممكن لبكره نص. ألو خالتي أبو ليلى، كيفك؟ شو أخبارك؟ الله يخلي لي إياكي. قصي قصي أنا. أهلا وسهلا فيكي خالتي، بدي أطلب منك طلب لو سمحتي، عندي ضيفة الفنانة رشا، أكيد تعرفيها، هي بذاتها هي بذاتها، بس إجا عندي عمي أبو ليلى وما بعرف شو صله، وجاب معه أبو وسيم كمان ما بعرف شو صله، يعني فضحوني قداما المخلوقة، بقى بدي أطلب منك طلب. لأي لو سمحتي بس تعالي خديهم، لأنه هذا أغمزه هذا أغمزه ما عم يفهموا علي، وخايف انحرج معها للمخلوقة، يعني خايف يخبصوا شي تخبيصة. يسلموا إيديك، يلا ناطرك ناطرك. أهلين خالتي. شو بون هدول كل واحد قلب لي روميو. تفضل الإصبع ده. مرسي. أيوة على أمك، وكمان المغشوشة دي. دوري 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 دوري. شكرا. جيت لعندك بهذا الوقت، انا كثير اسفه كثير 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 اسفه. ايوه مساء الخير مساء النور. اهلين مدام خالتي ام ليلى، مدام تقول عمي ابو ليلى، فنانتنا القديره اكيد، يعني مدام رشا ابو وسيم بتعرفيهم. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. شو ابو ليلى جاي تحل قضيه الشرق الاوسط؟ ما انحلت معك لهلا؟ اجا وقت الدواء، دواء الضغط والقلب والكوليسترول، شرف مشان تاخذهم معي. الله يسعدك خير، ذكرتيني انا كنت يعني انا كنت من زمان بدي فز، بس الاستاذ قصي كل ما قومي يقول لي عود يا رب. ما شاء الله. على مهلك على مهلك عمي، على مهلك على مهلك. اسمك اهلين حبيبتي، اشتقت لك كثير انا. وانا اشتقت لك، منيح يلي اجيتي. حبيبه قلبي حبيبه قلبي. شو سيد ابو وسيم قاعد ولا بدك تمشي؟ ام وسيم ناطرتك. سيد ابو وسيم. نعم شرف الثاني، ناطرتك ام وسيم. صحيح صحيح، لازم اروح لحتى اعطيها دواء الضغط والقلب والسكري، مسكين كثير تعبانه مرتي. ما بالله اتفضل قدام مني. لك اذا ايدك قومني والله. بسم الله بسم الله. علم 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 علم. يلا اكسكيوز مي، يلا باي باي. الله معكم، شرفتونا شرفتونا. خت يا روعة بيض صاب ودهمك، فرصة سعيدك بدك تتاخذينا حبيبتي. أهلا وسهلا أهلا وسهلا. تفضل. طلع عليك يا خالتي أم ليلى. يا ريتك ضليتي بهداك الفستان، كان لابق لك أكتر. بعدين هداك الفستان موضة السنة، بس هاد الفستان اللي لبستيه موضة السنة الماضية، وبصراحة بصراحة يعني مو ظريف، يعني طالع لك كل الديفويات، فوق ما أنت نحيفة بينك نحيفة أكتر. خلصتي؟ يعني على وشك. لا تواخذينا مدام رشا، يعني بالنسبة لجيراني اللي إجوا الاثنين كبار بالعمر وأول مرة بيشوفوا حضرتك، يعني هيك على الحقيقة، وخاصة هذا أبو وسيم يعني خجلني كتير، بكرة حسابه. شو رأيكم نحكي بالشغل؟ بيبي؟ أنا برأيي تعمل ريبورتاج وتسألها أهم سؤال عن الشد والشفط تكبير، أوكي؟ وقد ساعدوها إنه تحافظ على رشاقتها. والله والله سؤال كتير 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 وجيه، بس أنا برأيي يا قصي تتشاور أنت وياها بهذا الموضوع، لأنه الظاهر إنه المدام هي أدرى بهاي الأمور، بالتكبير وبالتصغير وبالشفط وبالنفخ. على كل أحوال قصي نحن مو هذا موضوعنا، كنت حابة أقلك إنه بصراحة قد ما أنت عم تنقض لي أعمالي، حابة أخوض معركة الإنتاج ويكون أول عمل إلي من كتاباتك، فشو رأيك؟ بتشرف، أنا بتشرف أكيد، بس يعني شو الفكرة اللي حاببتيها أنت لحتى نخوض
الكتابة ونعمل لك عمل بيفلش. أو ليش لحتى ما تعمل عمل تحكي عن وحدة مفكرة حالة كتير حلوة بس هي كتير شنيعة مثلاً وعندها موهبة بأنه تخطف الرجال من نسوينا، شو رأيك؟ مو أحلى؟ والله فكرة بتطير العقل، والله فكرة بتطير العقل. بعرف، بس أنا برأيي إنه هيك فكرة يا قصي ما بتتسوق معنا. بنعمل فكرة أحلى وبنحكي عليها بيني وبينك، لأنه بصراحة يمكن تأخر الوقت وأنا عندي مواعيد كتير، فبتكون تسمحوا لي أنا مضطرة إني أمشي. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. عادي لسه بكير. مرسي حبيبتي، كلك ذوق. منضل على تواصل أنا وحضرتك مشان نشوف شو بنساوي مشان العمل. أكيد أكيد. عكل يوم فرصة سعيدة بمعرفتك حبيبتي. أنا أسعد حبيبتي. أوكي. يا أهلا وسهلا. يلا باي باي خمسة. أهلا وسهلا. يا أهلا وسهلا. ليش هيك صار؟ لك ليش هيك عملت؟ ليش؟ روحي وطي صوتك، وطي صوتك، فتحتينا قدام الجيران. أنا مثلي مثلك متفاجئ. لك مو الحق عليك، الحق علي أنا اللي سايرتك وقلت لك مالي حبيبي أهلا وسهلا، تيجي تتعشى عنا. لك قاعدة عم تحدى فيك العالم فيك وبأخلاق، هيك بتعمل فيه؟ لك إذا قدامي هيك كيف منو رأيي؟ يا عمري وطي صوتك، وطي صوتك، أصلاً هي أول مرة بتعمل هيك، بحياتها ما عملت هيك. هلا بدك تتصل فيها وتقلها تضربي أنت وشغلك. يا أما اليوم رح يكون آخر يوم بيناتنا يا قصي. يا روحي طولي بالك، طولي بالك، بس لحتى نفهم ليش هي هيك عملت. ما رح طول بالي، هلا بدك تتصل وتبهدلها. أنا رح رد عليها، أنا رح رد عليها هي الوقحة. اسمعي وليه؟ شوفي شو قالت لي. روحي شو قالت لي. كنت بعرف انه انت اللي رح تردي علي، وحابه اقول لك الله يخلي لك جوزك الشرشوح مثلك وتفوق عليكي وعليه. سكرت الخط بوشي. سكرت الخط بوشي؟ ايه.